السلام عليكم اخوان الرياض، معكم هشام من قناة تقنية صيد الاسماك. مع اليوم غنوريكم كيفاش غتصيدوا العكريش هذا كي تواجد بالصخر بحال هاد البليص هادو. انا نوريكم دابا كاين في هاد البليص تكون ما بين الصخر مخبي بحال هذا اللي كاين في الصورة كما في الفيديو امامكم. شو بحال هكا كتمشي كتشدو كتزرب عليه مع هو سريع شوية، هذا القنفذ ديال البحر، وما خاصكش تشدو من بلايص اللي فيهم داك البانس ديالو، تشدو من اللور كيما هكا. شديتي من شي بلايص يقدر يعضك يجرح كل شي حاجه مع دوك القراشات ديالو قاصحين شويه. هذا كيما كتشوفو طعم حي ومناسب، وتشد بيه سريقه شرغو درعي وزعما يعني طعم فابور ما تشريه. ما خاصك تنوض وتقى البحر طيح وتشدو وصيدو ان شاء الله، وتوكل على الله ويكون خير. ونتمنى من الرياض يتابعوا معنا في لاشين، وما تنسوناش من التعليقات وجيم.